السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حفظكم المولى ورعاكم وسدد خطاكم. جمعة مباركة، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد. حديثنا اليوم هو جواب عن سؤال تلقيناه من إحدى المستمعات الفاضلات، وهو حكم الشرع الإسلامي في قتل نمل البيوت. في بعض البيوت يكثر النمل، ويتساءل الناس ماذا يفعلون بهذا النمل، هل يقتلونه أم أنهم يستعملون طريقة أخرى للتخلص منه. مبدئيا، النمل إذا كان في البيوت هذا علامة على الرزق والبركة والنماء، لأن النملة هي حيوان مبارك، وإذا وجدت في البيت علم أن أصحاب البيت سينالهم رزق من السماء، وسيفتح الله لهم أبواب البركة والنماء. لكن إذا كثر النمل بشكل غريب وكبير جدا، هذا يقول أهل الخبرة بأنه عبارة عن قرب رحيل أهل هذا البيت، أنهم سوف يتحولون هذا البيت وأنهم لم يعمروا فيه طويلا. لكن السؤال الفقهي، ما حكم الشرع في قتل نمل البيوت؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، نريد أولا أيها الأحبة الكرام أن نتعرف عن سر هذا المخلوق العجيب المذكور في القرآن العظيم، والذي ربنا سبحانه وتعالى أفرد له سورة كاملة سماها سورة النمل. تعالوا بنا لحظة نؤمن بالله ونتأمل في مخلوقات الله، لأن من أجل العبادات المفضية إلى الكشف عن نور الرحمن، النور الرباني، هو التأمل والتدبر في خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. آيات كثيرة في القرآن العظيم يأمرنا فيها الله تعالى أن نتأمل ونتدبر في مخلوقاته الكثيرة، التي تدل على أنه هو الخالق المصور المبدع في مخلوقاته سبحانه وتعالى. دعونا في عجالة نلقي الضوء عن آيات الله تعالى في هذا الحيوان الصغير جدا والضعيف جدا. وبعض الناس قد يستهينون بالنمل ولا يعطونه قيمة. لا شك، ونحن الصغار، من منا لم يشاهد هذه الحشرة الصغيرة تمشي في صفوف منظمة بحثا عن الغداء؟ من منا لم يشاهدها وهي تتعاون مع بعضها البعض في حمل حشرة ميتة تفوق حجمها عشرة المرات؟ من منا لم يعرف قصة السرار والنملة وغيرها من الأمور؟ إنها النمل الذي هو سر من أسرار الله. ربنا سبحانه وتعالى لأهمية وسر هذا المخلوق العجيب أفرد له سورة بكاملها سماها سورة النمل. جاء فيها وهو يحكي عن نبي عظيم من أنبياء الله، الذي جمع له بين الملك والنبوة وأعطاه أعظم ملك في الوجود، وهو سيدنا سليمان عليه السلام. ماذا يقول الله تعالى في سورة النمل؟ يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم:
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا المقطع من سورة النمل في هذه الآيات المباركات يصف ربنا سبحانه وتعالى جيش نبي الله سليمان عليه السلام وهو يسير ويمر في موكب رهيب ومهيب. جيش سليمان يتألف من الإنس والجن والطير كلهم يسيرون بقيادته وتحت إمرته، لا أحد منهم يقدر على عصيانه ومخالفته فهم يوزعون. هكذا قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي لا يستطيع أحد منهم أن يخالف أوامره أو يعصي كلماته. حشد عسكري منظم بالآلاف بل بالملايين، غير الجن فقط فيهم الطيارون الذين يطيرون في السماء بأجنحتهم والغواصون الذين يغوصون في أعماق البحار والذين يمشون على أربع والذين يزحفون على بطونهم وفيهم قبائل شتى، بني الأزرق وبني الأحمر وبني الأصفر، وهم مراتب عظيمة. كل هؤلاء الجنود حشد عسكري المنظم يسير في تنظيم وتنسيق ببركة الله وقوته. وهذا كان في أحد الأسفار لما اقترب سيدنا سليمان من وادي النمل. لاحظوا أيها الأحباب الكرام، اقترب من وادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، نملة تصرخ بأعلى ما تملك من صوت محذرة قومها وناصحة لهم. نملة لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي. الوادي هو عبارة عن مملكة، وهذه النملة هي عسكرية تقوم بصفات الإشراف والتنظيم. وتأملوا معنا أيها الأحباب الكرام كيف جاء التحذير على لسان هذه النملة تصرخ بأعلى صوتها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، إنها تنادي. لاحظوا أيضا ربنا قال قالت نملة، قالت نملة يعني مؤنثة، يعني في عالم النمل ليس هناك تمييز بين الذكور والإناث، وربما أن الإناث يقومون بأعمال أكثر دقة وأكثر مسؤولية من الذكور، فهذه النملة المؤنثة تتولى الدفاع عن المستعمرة في ذلك الزمن. قالت هذه النملة للنمل بالوسيلة التي تتفاهو بها أمة النمل وباللغة المتعارفة، قالت لهم يا أيها النمل خذوا حذركم وأسرعوا إلى مساكنكم ادخلوها بسلام قبل أن يصل إليكم موكب سليمان وجنوده فيطؤونكم بأقدامهم ويحطمونكم ويسحقونكم وهم لا يشعرون. سبحان الله، تأملوا أيها الأحباب الكرام لنتعلم التدبر والتفكر في آيات الله. هذه النملة المسؤولة كانت تعرف بإلهام من الله أن سليمان نبي من أنبياء الله، في حين أن هناك من أنكر أن نبي الله سليمان كان فعلا نبي، ومنهم من قال إنه مجرد ساحر ويتلاعب بالجن وبالأمور الخارقة للعادة، لكن هذه النملة تعرف أنه نبي، لأن هناك من أنكر سليمان وأنكر نبوته وادعى بأنه كافر، وقد دفع القرآن العظيم عن نبي الله سليمان حينما قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه النملة مؤمنة، هذه النملة مسلمة،
هذه النملة ربانية تعرف بإلهام من الله تعالى أن سليمان نبي من أنبياء الله. وهكذا هم الأنبياء، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرفه الحجر والشجر. الأنبياء قد يتنكر إليهم البشر، لكن مخلوقات الله تعالى تؤمن بهم. حتى الأولياء، أولياء الله أيضا معروفون، تعرفهم الأحجار والأشجار، مروا وارتحلوا. والعلماء أيضا معروفون، يستغفر لهم كل شيء، حتى الحيتان في قاع البحر، والطيور في أعالي السماء، والوحوش في البرية. نملة مسؤولة تعرف بإلهام من الله أن سليمان نبي، وأيضا تعرف بأن جنده صالحون لا يتعمدون إيذاء أي مخلوق. كيف تعرفت هذه النملة على أن هؤلاء الجنود صالحون؟ لأن سيدنا سليمان كان معه الجنود من الطير ومن الإنس والجن، وكلهم كانوا مؤمنون يستخدمون هذه القوة ليس لاستعمار الشعوب، وليس لنهب خيرتها، وليس لفرض السيطرة عليهم، وإنما هم جنود صالحون ينشرون العدل وينشرون المساواة وينشرون الإصلاح وينشرون الأمن والأمان. كيف تعرفت هذه النملة عن كل هذه المبادئ؟ استفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته: يا أيها النمل. وأمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنوا من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول. ما هو السبب؟ وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده. إنها إنذار، ولكن عنده هدف وعنده رؤية، خشية أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم. ثم اعتذرت هذه النملة، اعتذرت عن نبي الله وجنوده، فقالت: وهم لا يشعرون، لأنهم بشر وإدراكهم محدود. فهي التمست لهم العذر، فإذا وقع منهم ذلك وحطمهم جيش سليمان فلا تتريب عليهم ولا حرج عليهم، فهم لا يشعرون. وهذا من أعجب الهداية. هنا أدرك سليمان ما قالت النملة وهش لها، وانشرح صدره بإدراك ما قالت، وتبسم ضاحكا. انظروا إلى التعبير القرآني العظيم: فتبسم ضاحكا من قولها. ربنا ألهم سليمان منطق النمل ومنطق الطير ومنطق الجن، لهذا سليمان أعطاه الله تعالى المزيد من القوة والمزيد من الفتح والمزيد من التمكين. لماذا؟ لأنه كان يشكر النعم، كلما أعطاه الله نعمة وشكر الله عليها زاده أخرى، وكلما زاد في الشكر زادته النعم. وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هكذا يعلمنا ربنا مبدأ الشكر. نعود إلى هذه النملة أيها الأحباب الكرام. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر صورة بكاملها للنمل إلا ليلفت انتباهنا إلى عظمة وروعة هذه الكائنات، وهي كثيرة جدا أنواع وأشكال. يحسبها الإنسان مخلوقات تافهة، ولكنها بحق مخلوقات عظيمة، مخلوقات منظمة، مخلوقات ذات قدرات خارقة. إنها تعمل بالواجبات على أكمل وجه، لها برنامج فطره الله عليها، أودعه الله تعالى في دماغها. هناك علماء مختصون في علم الحشرات وفي علم البيولوجيا وفي علم الحياة، كشفوا عن طريق العلوم الحديثة عن بعض العجائب من سلوك النمل الذكي وتطور جهازه العصبي. لقد أثبتت الفحوصات والكشوفات العلمية الحديثة أن دماغ النمل يتكون من فصين رئيسيين يشبه كثيرا مخ الإنسان. دماغ النمل يشبه كثيرا مخ الإنسان، وعنده مراكز عصبية متطورة يستشعر بها عن بعد ويشعر، وعنده خلايا حساسة، فهو في كثير من جوانب خلقته يشبه الإنسان.
ولديه وسائل للتواصل عن بعد. أعطاه الله القدرة على التواصل، عنده لغة خاصة، وعنده قدرة على إفراز مواد تنتشر رائحتها في كل اتجاه وتميز بقية النملات وتفهم بعضها بعضا، وعنده أسرار عجيبة وكثيرة جدا اندهش لها العلماء. هذه الحشرة الصغيرة التي نحن نقول بأنه لا قيمة لها هي خلق من خلق الله وفيها أسرار عجيبة. حتى إن العلماء لما قاموا ببحوث مكثفة اكتشفوا أن هناك ممالك للنمل، هناك مملكة للنمل وفيها ملكة وفيها جنود وفيها حراس وفيها وفيها، وعندهم عندهم تنظيم دقيق مثل مملكة النحل. سوف نتكلم إن شاء الله في حلقة مقبلة عن النحل، أيضا هو عبارة عن مملكة دقيقة فيها تنوع الوظائف كلها تؤديها بنظام عجيب يعجز البشر غالبا عن اتباع مثله. وهذا يدل على أن هؤلاء الحشرات الصغيرة ربنا أعطاهم عقلا راقيا وإدراكا عاليا. علماء البيولوجيا وعلماء الحياة والحشرات اكتشفوا بأن النمل هو من أكثر المخلوقات على وجه الأرض، يمثل حوالي 20% من الكائنات الحية على كوكب الأرض. 20% من الكائنات هو من النمل، كثير. ويوجد حوالي 11,000 نوع من النمل، معظمه يعيش في المناطق الحارة، كلما كانت الحرارة أكثر يكون النمل. ولكن على الرغم من أن النمل كثير، أكثر من 11,000 نوع مختلف، لكنها جميعا تنتظم في 3 أنواع. ما هم هؤلاء الأنواع؟ النوع الأول الملكات، والنوع الثاني النملات العاملات، والنوع الثالث النمل المذكر الذي يقوم بالتخصيب. 3 أنواع. العجيب أن النمل ورد في القرآن الكريم ذكره 3 مرات بعدد أنواعه. فربنا قال حتى إذا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، 3 مرات ذكر اسم النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل، هذه المملكة دي النمل، قالت نملة مؤنثة يا أيها النمل بصيغة الجمع ادخلوا مساكنكم. فهناك الملكات وهناك النملات العاملات وهناك النمل المذكر الذي يقوم بالتخصيب. وسبحان الله، هذه النملة هي من الدواب الذي يمشي على 4، لأن الله تعالى خلق المخلوقات كثيرة، وقد قالت في سورة النمل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 ومنهم من يمشي على بطنه. الإنسان تقريبا هو الوحيد الذي يمشي على رجلين، المخلوق الوحيد يدب فوق الأرض يسير على رجلين، وبقية المخلوقات تسير على 4 كالحصان والجمال والبغال والحمير والأكباش والماعز، كل هؤلاء يسيرون على 4. ومنهم من يمشي على بطنه كالحيات، وهناك من عنده عشرات الأرجل وكأنه يزحف على بطنه. فالنمل هو يمشي على 4 ويعيش في أعشاش يختلف شكلها ومكان تواجدها بناء على نوع النمل. فمساكن النمل هي عبارة عن بيوت للراحة، لأن النمل يعمل كثيرا وحينما يتعب يذهب إلى مسكنه ليرتاح. وفي الغالب هذه المساكن تكون محميات، تكون تحت الأرض في معظم الأوقات، وأحيانا تكون في أعلى الأشجار، والعلماء يسمونها بالمحميات أو المستعمرات، مستعمرات النمل. وقد تمكن بعض العلماء الأوروبيين باكتشاف مستعمرة أو محمية هائلة للنمل تمتد لآلاف الأميال من إيطاليا إلى شمال غرب إسبانيا. هذه من أكبر المستعمرات التي هي أسسها النمل، فيها الملكة وفيها الجنود وفيها الوزراء وفيها العمال وفيها الذكور الذي يقومون بالتخصيب وغيرها. وأعشاش النمل قد تصل إلى 40 قدم تحت سطح الأرض. لهذا ربنا ماذا قال في سورة النمل؟ وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم.
فهذا النمل يقوم بدور كثير خلقه الله لأنه يقوم بالتوازن في هذه الأرض. النمل يقوم بتخصيب الأرض، فيها مواد عضوية تساعد على النباتات، وأيضا النمل يقوم بقتل الحشرات الضارة التي تؤذي النباتات. فكل ما خلقه الله له دور فعال في الوجود، كما قال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. لهذا ربنا عز وجل لماذا خصص سورة بأكملها لهذا المخلوق الضعيف صاحب السر العجيب؟ خلقه لكي يتعلم الإنسان من النمل. الإنسان ينبغي أن يتعلم العديد من الدروس والعبر من النمل. أولها، نتعلم من النمل الحياة الاجتماعية التي يتعاون فيها الأفراد مع بعضهم البعض. لابد للإنسان لكي يحافظ على إنسانيته أن تكون في هذه الصفة. إذا كان النمل مجرد حيوان ومع ذلك يحافظ على الحياة الاجتماعية ويتعاون فيما بينهم، وعندهم حراس وعندهم مملكة وعندهم جنود وعندهم عمال وعندهم مجموعة كبيرة، لابد من أن نتعلم منهم كيف يتعاون بعضهم مع بعض. أيضا الإنسان يتعلم من النمل درسا آخر، وهو حب العمل والإخلاص فيه. فالنمل كله يحب العمل ويعمل بإخلاص ويعمل بتفانم ويعمل بنظام ويعمل بنظافة. فسبحان الله، لا تجد في مستعمرات النمل أزبال أو قاذورات، ينظف المكان ويعمل بانتظام ويتعاون، يعني يمد يده في يد الآخر. ثم النمل لا يتحارب فيما بينه، في الغالب لا يقع نزاع بين النمل ومستعمرة نمل تتحارب مع مستعمرة نمل. النمل فيه سلم وفيه أمن. ثم يتعلم الإنسان من النمل كيف يعمل على محاربة الأعداء والدفاع عن أفراد المملكة. فالنمل حراس يدافعون عن ملكتهم ومملكتهم وعن ممتلكاتهم. سبحان الله العظيم، هناك إشارات كثيرة في الإعجاز العلمي. تصوروا أيها الأحبة الكرام أنه في زمن نزول القرآن العظيم منذ 15 قرنا لم يكن لأحد قدرة على دراسة تركيب جسم النملة أو معرفة أي معلومات عنها، ولكن بعد الدراسات الكثيرة التي قام بها العلماء المختصون في البيولوجيا وفي علم الحياة وفي علم الحشرات، تبين لهم أن للنمل هيكل عظمي خارجي صلب. النمل عندها هيكل عظمي خارجي صلب، وعند تعرضها لأي ضغط فإنها تتحطم. النملة لا تتكسر كالإنسان عنده عظام تتكسر عظامه. النملة عظمها الخارجي صلب، أي ضغط عليها تتحطم. فسبحان الله، ربنا لما قال على لسان النملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فإن كلمة يحطمنكم دقيقة جدا من الناحية العلمية، دليل على أن هذا القرآن من كلام الله تعالى. فلا نتعجب أيها الأحبة الكرام أن الله تعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي أتقن صنع كل شيء، فهو الله الخالق المصور المبدع الذي له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعود إلى السؤال الفقهي التي طرحته السيدة في أول الحلقة: هل يجوز قتل النمل في البيوت؟ حينما يهجم النمل على بيوتنا، هل يجوز أن نقتله ونتخلص منه؟ الجواب الشرعي أيها الأحبة الكرام، بناء على هذه المعطيات الأولية التي ذكرناها، وأيضا بناء على أحاديث نبوية شريفة في الموضوع، فالنمل هو يكون عادة موجود خارج البيوت. مكانه الطبيعي وهو الحقول والغابات والصحاري والفيافي، هذا هو المكان الطبيعي للنمل. وإذا كان النمل في هذه الأماكن في الحقول والغابات والفيافي والصحاري خارج البيوت، لا يجوز أبدا أن نقوم بقتله ولا بأن نؤذيه، لأن الله تعالى جعل للنمل بيوتا في هذه الأماكن. أما إذا كنت أنت في بيتك ورأيت النمل قد هجم عليك
إذا كان النمل بعدد قليل كما ذكرنا هذا علامة على الخير وعلامة على النماء وعلامة على البركة، لكن إذا كثر النمل كثر بشكل مخيف ومزعج، هنا يقول العلماء بأن هذه فيها إشارة بأن أصحاب البيت قد يتحولون منه إلى بيت أحسن، أو ربما قد يسافرون أو يهاجرون أو يغيرون العتبة. كيف يقولوا؟ هل نقتل النمل؟ القتل حرام، القتل عموما حرام للإنسان وللحيوان، والنمل هو من الحيوانات. القاعدة تقول لنا فعلا بأن كل مؤذن ضار يجوز قتله، القاعدة الشرعية في ميدان الدفاع تقول القاعدة الشرعية كل مؤذن ضار يجوز قتله، لكن النمل على وجه الخصوص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله للاعتبارات التي ذكرناها في الأول، وكيف أن الله أفرد له سورة بكاملها سورة النمل. وقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، سيدنا النبي نهى عن قتل أربع. من هما الأربع؟ أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه ثلاثة الحيوانات ضعيفة فيها أسرار عجيبة ومذكورة في القرآن الكريم، نهى ربنا سبحانه وتعالى عن قتلها. وقد جاء في الأحاديث أن أحد الأنبياء كان نبي مع جيشه وجنوده سوف يؤذي نملة، لم يفعل مثل سليمان، سليمان تبسم ضاحكا وشكر الله على النعمة، لكن نبي من الأنبياء كان مع جنوده ونزل تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرقه بالنار، أحرق النملة، أحرق بيت النملة بالنار، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح. ربنا عاتب هذا النبي، وعتاب الله تعالى للأنبياء يكون شديد وخطير. كيف أيها النبي تقوم بإحراق أمة من الأمم تسبح، قرصتك لدغتك نملة فأحرقت هذا؟ العلماء قالوا ربما الحديث فيه نظر من حيث الصحة والإسناد، لكن مضمونه أن الله تعالى عاتب هذا النبي. لماذا؟ لأنه قتل قرية النمل بكاملها بسبب نملة واحدة قرصته، وهذا لا ينبغي أن يكون. يعني ما ذنب بقية النمل الآخرين؟ إذا واحدة قرصتك لماذا تؤذي كل القرية؟ والعتاب أيضا لأن هذا النبي جاء في الحديث أنه أحرق بالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى. من أراد أن يعذب ربما جاني أو ظالم لك أن تعذبه بطرق مشتى، لكن لا تعذبه بالنار. النار هو وسيلة فقط خاصة بالمولى، هو الذي يعذب تبارك وتعالى بالنار من يشاء من خلقه. ثم العتاب أيضا لهذا النبي لأنه أمر بعقاب جماعي وليس بقتل نملة واحدة قرصته. وعلماء الشريعة لما أرادوا أن يجيبوا عن السؤال وهو هل يجوز قتل نمل البيوت، قالوا بأن النهي صحيح في الوعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدد والصرد، منهي عنه. لكن حملوا هذا النهي عن قتل النمل من نوع خاص، هناك مثلا النوع الأحمر من النمل والنوع الأسود، في الغالب هذا لا يسبب ضررا، إذا كان النمل أسودا أو أحمر هذا لا يسبب ضررا، معروف عند علماء البيولوجيا والحشرات هذا النوع ليس فيه سم وليس فيه أذية. لكن يجوز قتل النمل الضار الذي يسبب الأذى للإنسان في جسده أو في أمتعته أو في طعامه، وهو النمل الأبيض المعروف بالأرضة، المعروف بالأرضة، هذا نمل فيه ضرر أنه إذا دخل إلى المطبخ قد يفسد الطعام، وقد يقوم بالنخر، ينخر الأتات، أتات البيوت، ينخر الخشب، ينخر الأمتعة، وقد يؤذي أصحابها، وهذا إذا كثر ممكن أن يقوم بهدم بيت بكامله، النمل الأبيض المعروف بالأرضة. فقال العلماء هذا يجوز قتله لأنه يسبب الأذى.
أما النمل الأحمر والأسود المسالم الذي يعيش على الحشرات ولا يؤذي أمتعة البيت فهذا لا ينبغي أن نقوم بقتله. فالأصل أنه لا يجوز قتل النمل إلا إذا ثبت أن النمل من النوع المؤذي ولم يكن التخلص منه بغير القتل. علماء الشريعة أجازوا ذلك بشروط: أولا أن يكون النمل مؤذي في المتاع أو البدن أو المال، وأيضا أن لا نقدر تركه. هناك بعض البشر ما عندهم مانع من وجود النمل، يلقى النمل في البيت كبلي عادي يعيش ويستأنس به، لكن هناك بعض البشر يتقزز خصوصا من النساء تتقزز من بعض الحشرات، فإذا كان الإنسان لا يأبه به ولا مانع عنده خليه يعيش، ولكن إذا كان الإنسان ربما يتقزز منه هذا أيضا شرط من شروط أنه ينبغي قتله. ثم على الإنسان أن يبحث أولا عن وسيلة غير القتل، إما أن يقوم برش بعض المواد المطهرة، كنا نستعمل مثلا الطريقة السهلة المعروفة هي أنك تجيب واحد الكارتونة كبيرة وكنوضع فيها واحد قطعة السكر، والنمل كيتمجاي السكر يتجمع حول قطعة السكر، ولما يصعد فوق الكارتونة كبيرة كنقوم بحملها ثم نرميها خارج البيت في الحديقة أو في البستان أو في أي مكان آخر. هذه طريقة الحيل الشرعية سهلة لا ما فيها قتل، وإنما نحمل النمل على واحد الكارتونة كبيرة فيها أكثر من متر على متر أو أكثر، والوسط كان ديال قطعة السكر هو كيتمجاي داخل قطعة السكر فيصعد فوق هذاك الكارتونة ومن بعد كنرميها. أو أستعمل رش بعض المواد المطهرة بحال القرنفل، هذا أيضا يؤدي إلى ذهاب النمل. وممكن أن أستخدم بعض المبيدات، هناك مبيدات ربما قد تمنع هذا النمل من الانتشار. على كل حال إذا كنا مضطرين لقتل هذا النمل لابد أن نبحث عن كيفية القتل بوسيلة ممكنة ليس فيها تعذيب، بطريقة أسهل طريق يحصل به التخلص، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. عموما أيها الأحباب الكرام، هذا ما يتعلق برؤية متواضعة حول هذا المخلوق صاحب السر العجيب المذكور في القرآن الكريم، والذي أفرض الله تعالى له صورة بكاملها فيها هذا السر وفيها هذه الأحكام الغريبة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لن أطيل عليكم، نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، سعداء بتجديد هذا اللقاء واستقبال مكالماتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام أستاذ العسيري، مرحبا لالا خديجة. كي داير العائلة؟ كي داير انت؟ عرفتي راني موترة اللي كنهضر معاك. مرحبا لالا، حفظكم الله ورعاكم. انا راه عندي شي مشاكل وشي صعوبات وديك الشيء. الو. نعم. اي كنسمعك لالا خديجة. كنقلب على شي ود الناس يكون قاصح فخشيه يعاوني مع خوتي مصاوبين عليا، وراني متعبان. لا اله الا الله. هادشي اللي كاين كنقلب على شي ود الناس يكون والله بكره في كشور طيب الله. شنو المشكل اللي مع خوتك لالا خديجة؟ واش تقسم التركه ولا بعضياتكم ميت الوالد والوالده، ولكن ما عندنا حتى شي قيمه في وسطها. لا اله الا الله. هادشي اللي كاين سيدي كنقلب على شي ود الناس، الله يجازيك بخير. انا ما قريش ولكني فاهمه وعندي عقل وعندي تمس الدار. لالا خديجة، واش تبقى باقي ساكنين بعضياتكم مجموعين ولا تزوجتوا تفرقتوا؟ لا باقي مازال باقي سيدي باقي. لا اله الا الله. الله يفرج عليكم لالا.
آمين. في العمر ديالي 46 سنة. إيه. واختي تهي وحدة عندها 47 سنة تهي دعيمها الله يجزيك بخير. يا ربي يا ربي كريم. يا ربي لم يجيبليش ود الناس يا ربي غير هنا ابن الشيء يا ربي. بإذن الله تعالى لخديجة الله يفرج عليكم الله يفرج آمين عليكم. آمين آمين سيدي ودعيمها أختي وحد أختي أخرى زايدة اللي قال فيا النفس عليها عرفتي القلب ديالها يتحرق عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي يا ربي لم يجيبليش ود الناس يا ربي فنهار الجمعة وكل شرطي وخاطر عنده 52 عام مرحبا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يحفظكم لالا خديجة الله يحفظكم يا ربي يا كريم. ربي سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. ربما المشكل ديال لالا خديجة كيعانوا منه الكثير من الأسر وهو أنه لما يموت الوالدان كتكون الأسرة متعددة الأفراد والوالدين كيكونوا هما اللي حاكمين النظام ديال الأسرة ديال الذكور وديال الإناث ولكن لما يموت الأب كيكون هو ربما صاحب السلطة أو ربما الأم اللي كتكون كتجمع الشمل بالرحمة ديالها كيبقاو الخوت حاصلين بعضياتهم كيكونوا حاصلين في واحد البيت ديال العائلة وكيكون عندهم طباع متنافر كتلقى شخص ربما متسلط وشخص آخر متحكم وشخص آخر عنيد وشخص آخر متمرد وكيكونوا غير متفاهمين يعني كل واحد كيبغي يفرض السيطرة ديالو. عشت كتير مع ناس عندهم نفس هاد المشاكل مثلا ملي كيموتوا الوالدين وكيبقى البيت كيقولوا شكون اللي غادي يقسم شكون اللي غياخذ الفوق شكون اللي غياخذ الوسط شكون اللي غياخذ الاسفل شكون اللي غياخذ الجناح الايمن شكون اللي ياخذ كذا فكل واحد ربما كيقدم مبرر انا خدمت اكثر منك انا بذلت مجهود ديالي اكثر من الاخرين فكتلقاهم دائما كيتنازعوا شكون اللي هو عنده الصلاحيه والافضليه ولا بغاو يتقاسموا كيقول لي خص ترد عليا ونرد عليك وكيطلبوا مبالغ كبيره والمشكل اللي كيكون دائما بيناتهم في البيت شكون اللي غادي يؤدي الفاتوره ديال الماء والكهرباء لان الفاتوره ديال الماء والكهرباء كتكون في اسم الهالك رحمه الله وكل واحد كيستافد من الماء والكهرباء وملي كيجي الخلاص ما كاينش كيحاولوا يتفاهموا فيما بينهم كتلقى الصراخ والضجيج والعويل كل ما كيتفاهمش نهائيا كيذكر لك دائما بانه ضحيه وانه قدم اعمال كثيره وفعل وكل كيقول لك انا صغير انتم استفدتوا من المصاريف تاع الوالدين انا الصغير لم استفد شيئا وكل كيقول لك انا الكبير كنت كنخدم وكنعاون الوالد تطلع الدار وانا المراه كتقول لك انا بعد الذهبي ودرت كذا كل واحد يقول مبرر حنا ذكرنا القصه ديال النمل باش نستافدوا منها النظام وكنستافدوا منها الحوار وكنستافدوا منها الدقه المساله بسيطه لاله خديجه الا قدرتم انكم تجتمعوا من اجل ايجاد حل مناسب هذا الحل ربما ممكن ماشي بالضروره يكون الانسان اللي غيدخل بيناتكم يكون قوي وشديد لان ذاك القوي قد ربما يميل الى هذه الجهه دون الجهة الأخرى فينتصر لها ويؤذي الآخرين وهذا غير مطلوب احنا ما بغيناش الإنسان القوي يكون قوي نعم ولكن يكون عادل فممكن لالة خديجة انتم في إقليم تونات ممكن تقصدي المجلس العلمي المجلس العلمي الإقليمي راه المملكة الشريفة فيها ما يزيد عن 70 مجلس علمي إقليمي محلي هذاك المجلس الدور ديالو هو أنه التوعية والتوجيه والأجوبة على استفسارات المواطنين في الشؤون الدينية وأيضا يدخل بخيط بيض للإصلاح كلمشيت عند رئيس المجلس العلمي قد يقول لك ربما إما تجول عنده تم المقر ديال الاجتماعات كيجمع الناس كلهم تما وكيسمع منهم وكيحاول يخاطبهم بخطاب ديني مقنع وكيترحم على الوالدين وكيذكر بالأخوة وصلة الرحيم وكيحاول يصلح وإما كيقدر يتنقل هو بنفسه أو ينتدب أحد أعضائه داخل المجلس اللي عنده الكفاءة وعنده القدرة على الحوار لأن كل مجلس علمي كيكون فيه علماء ديال الشريعة ومعهم واحد ناس أخرين قارين ما يسمى بالPNL ببرمجة العصبية برمجة الدماغية حسن التواصل وتلقي الحل رجل الأمن ربما ليس دوره هذا وحتى رجل السلطة
الدور ديال رجل السلطه ورجل الامن الى وقع النزاع وكتكون شكايه وكيدخل بصفه قانونيه بعد ان تكون هناك شكايه بحال السيد وكيل الملك او وهكذا المخافر ديال الشرطه والمقاطعه تاع رجال السلطه هادو بشكل رسمي كيدخل. المجالس العلميه عندها دور اجتماعي كتنوب على امير المؤمنين وكتقوم باعمال وديه كتحاول ما امكن تخيط بخيط ابيض وكيلتمسوا الخير في الجميع. فأسأل الله تعالى للخديجة أن يفرج همكم وأن يجمع شملكم وأن ينزع حظ الشيطان من قلوبكم وتذكروا بأنكم إخوة قد نزع الشيطان بينكم فيما كما نزع بين يوسف وإخوته تذكروا الوالد والوالدة رحمهم الله والرحم لنتم اجتمعتوا في كامل عشتوا في كامل نفس الرحيم ورضعتم من نفس التدي والمفروض أن تكونوا إخوة القوي منكم يأخذ بيد الضعيف والأسبقية للنساء الأسبقية للإناث على الرجال لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأسأل الله تعالى في هذه الجمعة المباركة أن يجمع شملكم ويؤلف قلوبكم. اللهم آمين اللهم آمين يا رب يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام من تونات إلى مراكش مع مكالمة أخرى مع للا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاطمة من مراكش ربما انقطع الخط. الوقت أدركنا أيها الأحباب الكرام ربما خير ما نختم به هذا اللقاء المستعجل وهو أن ندعو الله تعالى ونسبحه. نسبح الله تعالى كثير كلما سبحناه إلا وتجلى علينا بالعطاءات وتجلى علينا بالكرامات وتجلى علينا بالفتوحات وتجلى علينا بالإشراقات. ملي تشوف راسك أنك متأزم أيها المؤمن أيتها المؤمنة أكثر من التسبيح لأن الله تعالى يستحيي من عبد يسبح له أن يكلفه ما لا يطيق. فاللهم يا رب العالمين إن نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة مع هذه الوجوه الطيبة في مختلف ربوع هذه المملكة الشريفة نسبح لك. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان من يرى مكاننا سبحان من يسمع كلامنا سبحان من يجيب دعاءنا سبحان من يغفر زلاتنا سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان الله الكريم سبحان الله الغفور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الذي تقدس عن الأشياء سبحان الموصوف بلا نهاية والمعروف بلا غاية سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان من يسبعه الطيور في وكرها ويتمجده الوحوش في قفرها سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اللهم فرج الهم عن المهمومين اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين اللهم وقض الدين عن المديونين اللهم وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم استر علينا اللهم استر علينا يا من أظهر الجميل وستر القبيح اللهم اغفر لنا يا واسع المغفرة اللهم وارزقنا رزقا حسنا يا باسط اليدين بالرحمة اللهم أكرمنا بكرمك يا باسط اليدين بالعطايا اللهم يا رب العالمين اغفر لنا وتجاوز عنا واقض حوائجنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا نسألك يا رب دعاء المضطر الفقير المحتاج إليك نسألك اللهم أن تغفر كل ذنوبنا وتبدل سيئاتنا حسنات وترزقنا توبة خالصة نصوحة وأن ترزقنا علما نافعا ويقينا صادقا وأن ترزقنا يا ربي السعادة والأمن والطمأنينة وأن ترزقنا حسن الخاتمة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا رب اجعل القوي منا يأخذ بيد أخيه الضعيف اللهم يا رب انشر رحمتك علينا اللهم أمطر علينا أمطار الخير اللهم أمطر علينا أمطار الرحمة اللهم إن بالبلاد والعباد
ما لا يخفى عليك يا ربي، ارحم الشيوخ الركع، وارحم الأطفال الرضع، وارحم البهائم الرتع يا رحمن يا رحيم، وارحمنا نحن المذنبين، ارحمنا نحن المسرفين يا حنان يا منان. اللهم يا رب العالمين اسقنا غيثا نافعا، اسقنا غيثا نافعا. أحبابنا في الله جميعا نقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.